بالتحديد فالبحث العلمي الذي يعيش جيوم الطلب الباحثين من اوساط الكادحين مقالات وغزاره في الانتاجات والانشطه العلميه. صريح عليه لا في القانون 0100 المنظم للتعليم العالي ولا في قرار وزير التربيه الوطنيه والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم 1371/07 كاطارين قانونيين اعلى مرحبا استاذ الفاضل، معك منير البوجيدي، طالب باحث بسلك الدكتوراه في كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه والاجتماعيه دار مهراس فاس طبعا التابعه لجامعه سيدي محمد بن عبد الله. كان التئام هنا في اطار الوقفه الاحتجاجيه اللي دعت لها اللجنه الممثله للطلبه، الطلبه اللي كيبحثوا في سلك الدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانيه والشرعيه والقانونيه والاجتماعيه باربع كليات، كليه الحقوق بمعنى كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه والاجتماعيه، وكليه الادب سايس، وكليه الشريعه، وكليه دار مهراس الاداب طبعا. وبالتالي جاءوا هنا في اطار الوقفه الاحتجاجيه اللي هي ماشي غايه في حد ذاتها، وانما هي كتبقى وسيله فقط لاسماع الصوت للجامعه ولكل اجهزه الجامعه. الوقفه الاحتجاجيه ليست هي بادئ الامر كخطوه اولى، وانما جاءت في سياق عده خطوات سبقتها حاولت ان تسلك سبلا وديه من قبل محاوره بعض مسؤولي الجامعه، وكذا رفع مراسلات للجنه التعاون والبحث العلمي ولرئاسه الجامعه، ولكن دون رد ايجابي. هذا ما سجلناه. الهدف طبعا والغايه هي رفض او الغاء، يعني المطالبه بالغاء الزاميه النشر في المجلات المفهرسه ضمن قاعده بيانات سكوبيس وويب اوف ساينس، والذي اتخذته الجامعه في قرار لها سنه 2020 وجعلت من هذه الالزاميه شرطا للمناقشه. احنا من طبيعه الحال كنقولوا ان هذا القرار يخرق مبدا تكافؤ الفرص، لانه لا وجود لهذه الالزاميه في الجامعات الاخرى، وكنقولوا ايضا انه مجانب للصواب بحكم ان القوانين المنظمه لا دفتر الضوابط البيداغوجيه ولا القانون 0100 فلا ينص صراحه على هذا الشرط او بالاحرى على هذه الالزاميه. وبالتالي كان على الجامعه ان تشارك الطلبه في الحوار في النقاش وفق مقاربه تشاركيه من اجل بحث وحل حالات هذه الازمه. ونبغيو نشددوا طبعا الراي العام على نقطتين مهمتين، وانه حينما نقول اننا ضد الالزاميه فنحن لسنا ضد النشر، النشر اذا ما قورب بمقاربة تحفيزية داعمة إلى غير ذلك، وبالتالي احنا مع النشر، لكن احنا مع الجبرية، احنا ضد الجبرية عفوا، يعني نطالب بإلغاء الإلزامية، بجعل النشر شرطا للمناقشة. وحينما نناقش قاعدة البيانات سكوبيس وويب اوف ساينس نظرا للطابع التعجيزي للنشر في هذه المجلات، ولكن لا نناهض النشر فيما دونها، نحن نركز على هذه المجلات المصنفة في هذه قاعدة البيانات سكوبيس وويب اوف ساينس، يعني بشكل محدد. هذه هي المطالب ديالنا، ومن طبيعة الحال لسنا ضمن لا اصطفاف ايديولوجي ولا صراع انتخابي معين او وهمي او غير ذلك، فنحن طلبه مستقلون نناضل من اجل هدف واحد وموحد، وهو اسقاط الزاميه النشر في المجلات المفارسه سكوبيس ويب اوف ساينس كشرطين للمناقشه. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.